النهاردة على جوجل سيطرت ترندات الرياضة على جوجل، فكان أول حاجة ليفربول ضد مان سيتي وترتيب الدوري الإنجليزي، وكان معانا كمان ترتيب الدوري المصري والاتحاد السكندري. وبخصوص رفع أسعار الأسمنت المحلية، كان ترند أسمنت هو الأكثر تداولا على جوجل. أما بالنسبة لتويتر فكانت أعلى ترندات بخصوص القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي من قبل الجيش الليبي والقوات المسلحة. اما طبعا بمناسبه عيد ميلاد الهضبه النهارده عمرو دياب، فهو عمل فيديو اغنيه بحبك انا، ودي طلعت ترند على تويتر. مخاوف كتيره جدا بتسيطر على النادي الاهلي الفتره دي، خصوصا بعد ما الخساره اللي تلقاها امبارح من الاتحاد السكندري. الاهلي عنده ماتش مهم جدا قدام وفاق ستيف الجزائري في دوري ابطال افريقيا يوم 23 اكتوبر. الاهلي بيعاني من غيابات كتيره جدا واصابات كتيره جدا، فهل الاهلي هيستطيع ان هو يتغلب على الاصابات دي الفتره اللي جايه؟ ده اللي هنعرفه اليومين الجايين. عندنا نشاط مكثف للرئيس السيسي الشهر ده خارجي، عندنا زياره بعد بكره لليونان ان شاء الله، قمه ثلاثيه ما بين مصر وقبرص واليونان في اطار الاليه الثلاثيه ما بين الدول الثلاث، ودي هتكون القمه السادسه بين الدول الثلاث. عارفين ان اول قمه كانت في القاهره 2014. من الاسكندريه النهارده دكتورة هالة زايد اعلنت اجراء المسح الطبي لمليون و340 الف، كشف عن فيروس سي، وكمان كشفوا عن الضغط والسكر والسمنه والسمنه المفرطه. ايضا اعلنت الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه انه تم الانتهاء من 29 الف عمليه جراحيه حرجه ضمن قوائم الانتظار للعمليات الحرجه ضمن مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اعلن عنها في شهر 7 الماضي. النهارده القياده العامه للقوات المسلحه اعلنت نتائج العمليه الشامله سيناء 2018 واللي تضمنها البيان 28. كان من ابرز النتائج النهارده مقتل 52 ارهابيا، بالاضافه الى ضبط وتدمير 28 عربيه على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. جهاز حمايه المستهلك بيخصص منافذ في الميادين العامه والمناطق الرئيسيه في القاهره والجيزه لتلقي شكاوى المواطنين في مبادره مهمه جدا اعلنها تحت عنوان اليوم المفتوح. النهارده هنتكلم عن تحضيرات مسلسلات رمضان 2019، واول خبر عندنا هو تعاقد النجمه مي عز الدين في تكرار تعاونها مع شركه سينرجي المملوكه للمنتج تامر مرسي عشان يقدموا مسلسل للمره الثانيه داخل الشركه. بيقولوا الحفاظ على القمه اصعب من الوصول اليها، ده اللي احنا بنقوله النهارده، لكن بنقوله عن الحب وعن العلاقات الزوجيه، الحفاظ على علاقه الحب اصعب كتير من الوصول الى هذه العلاقه. النهارده احنا بنقدم لكم في قسم النوعات خمس نصايح المفروض تمشوا عليها لو عايزين تحافظوا على حبكم. اول حاجه التزموا بالواجبات اللي بينكم وبين بعض، ما تفوتوش اي حاجه منها. رقم 2 اختاروا الوقت المناسب اللي محتاجين فيه تبعدوا عن بعض، اول ما تحسوا انكم محتاجين شويه هدنه وشويه راحه من بعض لازم تاخدوها فورا. ثالث حاجه انكم ما تتوقعوش انكم هتبقوا على الحب الى الابد، لازم في فترات فيها فتور في هذه العلاقه وفترات فيها بعد وفترات تشوفوا فيها بعض مش في احسن حالاتكم. رابع حاجه لازم تتوقع انت هتقدم ايه وهتحصل على ايه، لازم تتوقع انك هتحصل على 20% وهتقدم 80%، والطرف الثاني لازم برضو يكون بيتوقع ده مش 50-50، لان العلاقات ابدا ما بتكونش متكافئه. النصيحه الاخيره والخامسه هي اهم نصيحه وهي الاحترام، ما تقدروش تحافظوا على الاحترام في علاقتكم مهما كان الحب قوي ومهما كان الحب كبير، عمره ما هيستمر وفقا لموقع اول وومنز توك اللي بننقل عنه النهارده هذا التقرير. النجم امير كرارة بدا التحضيرات لفيلمه الجديد كازابلانكا بعد ما حقق نجاح كبير بفيلمه الاخير حرب كرموز مع المنتج محمد السبكي. في محكمه بريطانيه النهارده برأت شركه جوجل من تهمه التجسس على بيانات مستخدمي الايفون، واللي كانت لخسرتها كانت دفعت مليار جنيه استرليني. النهارده القياده العامه للقوات المسلحه الليبيه اعلنت ضبط الارهابي الهارب هشام عشماوي في حي المغاره في ديرنا، كمان قبضت معاه على زوجه عمر رفاعي سرور، وده برضو كان من العناصر الارهابيه المهمه الهاربه في ليبيا. النهارده اعلنت كمان السلطات المصريه ان جاري التنسيق لاحضار الارهابي هشام عشماوي وزوجه عمر سرور الى مصر. لو انت من الناس اللي بتحب ستوريز انستجرام وبتنشر فيديوهات كتير، فانت دلوقتي تقدر تنشر فيديوهات بمده اطول من غير فصلان.